اسم ديالي حمزة الوزاني الشادي، بريزيدون ديال كلوب انسا ار اللي احتضن هذا الحدث هذا بالمشاركة مع مهرجان سينما تطوان للبحر الأبيض المتوسط. صراحة من دواعي السرور ديالنا أننا نكون مشاركين في تنظيم هذا الحدث اللي هو ماستر كلاس اللي كيقدمو المخرج السينمائي الكبير الأستاذ محمد شريف طريبق، وكنتمنى صراحة يكون عجب جميع الحضور وجميع المدعوين هذا الحدث الرائع، وشكرا بزاف. حنا الان كنتواجدوا في لينسا ديال مدرسه الفنون العلوم التطبيقيه اطار الدوره 26 مهرجان تطوان للسينمات البحر الابيض المتوسط، واللي هي دوره في العموم ديالها دوره عن بعد، هذا هو بريسك من الانشطه القليله اللي دارت بشكل حضوري، والماستر كلاس ديالي اللي كنسترجع فيه المسار السينمائي ديالي من خلال التبادل الخبره السينمائيه مع الشباب اللي هما الطلبه ديال المعهد، وبعض الحضور وتقاسم التجربه والتوقف على بعض اللحظات المهمه في هذا المسار السينمائي. إذن هذا اللقاء مع الاستاذ شريف طريبق المخرج المغربي ياتي في اطار الدوره 26 ديال مهرجان تطوان السينمائي، اللي هي دوره افتراضيه لان الاسباب اللي كنعرفوها الاسباب الصحيه اللي كيشهدها العالم، ولكن هذا ما منعناش بان هذا اللقاء مع الشيف طيبق يكون حضوريا. الشيف طيبق مخرج مغربي معروف، عنده في الرصيد ديالو مجموعه من الافلام، افلام قصيره، افلام طويله، افلام وثائقيه، وكان منطقي ان بحكم التجربه الطويله ديالو، بحكم الشهادات، بحكم التجديد اللي عمل هو في السينما المغربيه، كان من الطبيعي اننا نعمل مع هذا اللقاء. اللقاء في انسا لماذا؟ لان هذه المدرسه هذه من خلال اللقاء ديالي مع لا مع الاداره لا مع المشرفين على الانديه، فيها مجموعه من الانديه نشيطه جدا وكتنظم لقاءات، فملي وصل لي هذا الكلام بان ممكن ان هذا اللقاء ينجح في انسا، وحنا جد سعداء واللقاء نجح فعلا. وبهذه المناسبه كنشكر بزاف المشرفين على هذه الانديه على راسهم حمزه الوزداني والمجموعه ديال الشباب اللي معاه، الطلبه ديال انسا اللي كنتمنى لهم التوفيق والنجاح، لان ما جا فصل الامتحانات ورغم هذه الظروف الصعبه فخصوا لنا تقريبا نهار كامل هما كيهيئوا هذا اللقاء، فشكرا جزيلا. معكم الحسني صابرين ايتيديونت انجينيور على ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي في تطوان. اليوم لو كلوب انسا ار اللي كاين في تطوان واللي انا مومبر فيه نظم واحد ليفينمون ديال مهرجان تطوان سينما البحر الابيض المتوسط ماستر كلاس في الدوره ديالو 26. شرفنا اليوم بالحضور ديالو واحد المخرج مغربي كبير اللي هو مسيو محمد شريف طريبق، مشكور على الحضور وقبول الدعوه ديال الكلوب. دازت المحاضرة ولا كونفيرونس في واحد الجو اللي هو زوين، عرضنا لقطات من أفلام اللي حققت نجاح كبير للمخرج شريف طريبق، كانت أفلام تناقشات الأفلام مع السادة الحضور مع السادة الأساتذة، حضروا ضيوف من العيار الثقيل، دونك دازت الأجواء في سلامة تامة. وكنعاود نشكر المخرج وليزانفيتي ديالنا اللي قبلوا الدعوة، وكنوجه الشكر خاص لرئيس نادي انسا اغبي لانسا ديال تطوان.